عثمان بدون استسلام. البركان من جديد. الله، محمد بن رابح، وعثمان هو اللي رابح. عثمان الرابح الأكبر من الدور الأول، الرابح الأكبر من الدور الأول مع المغربي بالرابح. عثمان مزيان بزاف، مزيان بزاف يا مغربي. يعودون وهم قادرين على العودة. البركان ينفجر في هذه الجزيرة، والتعادل يظهر في هذا اللقاء. عثمان بيعدلها عن طريق المغربي محمد بن رابح. 1-1. شوف الهفوة الدفاعية، شوف التوغل، شوف النهاية من زاوية ضيقة، شوف الخطأ الدفاعي والكرة التي وصلت إلى الشباك مسجلة هدف التعادل لفريق عثمان. 1-1. هذا ما ينتظره العينوية والأهلوية من هذا اللقاء.